طيب المرة اللي فاتت أخدنا الـ response dot redirect وأخدنا الـ query string، فاكرين أنا نسيته؟ وين الدورة تبعتكم؟ وش نسميها؟ website تلات أو response. إيش ضفنا المرة اللي فاتت؟ ضفنا صفحتين، هاي صفحة ديفولت، وضفنا ضف صفحة ثانية فيها ايش؟ اد نيو ايتم، كمان ضفنا صفحة ثانية، حطينا في الصفحة الأولى ايش فاكرين؟ إذا فاكرين حطينا هنا النيم، حطينا ايش؟ تكست بوكس، صح ولا لا؟ وش حطينا النيم تبعه؟ مثلا النيم الاي دي، مثلا تكست نيم، حطينا بعديها ايش؟ بتون، مثلا لوجن، مثلا وايش الاي دي تبعه؟ يساوي بتن لوجن، صح ولا لا؟ وضغطنا على الزر، وش كتبنا له؟ response dot redirect على وين؟ على صفحة default 2.sbx، النيم يساوي ايش؟ صح ولا لا؟ وجينا على الديفولت 2، ايش عملنا في البيج لود؟ كتبنا اف ريكوست dot query string mean name not equal null، ايش يعمل؟ response dot write اخذته هي، قولها انت اخذتيه، قولها انت اخذتيه، response dot write فش له هو، ايش نكتب له؟ هلو مين؟ اللي هو ال ال زائد مين؟ request to the query string، يا سنوار النيم dot the string، فاكرين هالكلام ولا لا؟ قلنا هذا مفترض تطبقوا عليه في البيت، رفعنا لكم الفيديو. هاي منى، وهاي وين؟ فيش ديفولت 2 دوت اس بي اكس، كاتب اسم الصفحة انا غلط، ديفولت وش نعمل هين؟ ايش كتب لي؟ هلو منى، تمام. وحكينا عن ايش؟ عن هيكلة الرابط، كيف ايش شالي، وايش النقطتين، وايش المجلدات، صح؟ طيب حكينا عن ريسبونس دوت دايركت والسيرفر دوت ترانسفير، توجيه بين الصفحات. حكينا عن الليست وكيف نعملها بايند من الكلاس، واخذنا اليوم التاريخ، يعني مفترض الامور هاي خلصنا. اليوم تكملة للمواضيع متفلفطة في الاس بي قبل ما نخش في الداتابيز. السجل فيديو صغير بلازلكم اياه ان شاء الله اليوم، بس اعطيكم السجل موجود في السجل، بعطيكم اياه، اعطيكم السجل اليوم على الفلاش، لان حضيف فين صفحه هسميها مثلا نيوز اد، اقول لكم بدي اضيف مجلد اسمه ادمن، واضيف ايش عندي هنا؟ ايش اسمها؟ اضيف حاجه اسمها نيوز اد، صح ولا لا؟ وهي اد، كلكم في الامتحان ما عرفتوش حاجه اسمها التي دي، ايش التي دي يا جماعه الخير؟ خليه، كلكم في الامتحان ما عرفتوش التي دي، هاي فيها كم خليه هذه؟ العنوان، وش نحط هنا؟ تكست بوكس،
ايش الاي دي تبعه؟ تكس مثلا التايتل، ومفترض ايش نحط هنا؟ فاليديشن، بس احنا مش حاطها، خلص وقت عليكم. ونحط هنا ايش يا جماعة الخير؟ محتوى. ونحط كمان واحدة كان ايش نقول له؟ مثلا التكست كونتنت. وهنا ايش نحط؟ نحط صورة. الصورة ايش نعملها؟ ابلود. الابلود هاي يا جماعة في كنترول هنا اسمها فايل ابلود، تمام. وش نحط بعديها؟ نحط زر. ايش نحط فيه الزر؟ ارفع او اضافة. نكتب له اون كليك، ايش يعمل؟ يعمل حدث جديد، تمام. هذا هو، هاي الديزاين. بس ايش نعمل الصفحة؟ وايش بدنا نضغط التيبل؟ كيف نضغط التيبل؟ نقول له الويث تبعه 100%، ستايل يساوي الويث قديش؟ 100%. وايش نعمل هنا؟ ستايل يساوي دايركشن، دايركشن ايش يساوي يا جماعة الخير؟ رايت تو ليفت، ار تي ال. افتح هيك، تمام التمام. يعني انت مفترض احنا من المفترض نخزن في الداتابيز، مفترض لقيت الصورة هذه بدنا نحفظها وين؟ عندنا في خيارين، يا بنحفظ الصورة في الداتابيز يا اما بنحفظ الصورة وين؟ في مجلد، وبنخزن اسمها وين؟ في الداتابيز. المبرمجين احنا كنا بنحفظش الصورة في الداتابيز. اول شيء حجم كبير، الداتابيز غالية، يعني الجيجا في الداتابيز عن 20 ضعف من الجيجا في الاستورج. فاحنا غالبا الصورة بنحفظها وين؟ لوكال، مجلد، وبنحفظ اسم المسار، اسم المسار بالضبط. هيك نيجي نعمل صور المجلد اسمه مثلا ابلودز، ابلودز حلو، او فايلز زي ما بدكم، اي فايلز صح. وبدي احط في الفايلز بدي ارفع ايش فيه؟ نيوز، يعني ممكن ارفع نيوز بيكتشرز اللي بدي اياه. انا عندي مثلا ممكن ارفع كتب، فيديوهات، صور بدي اياه، تمام. فبدي احط في الفايلز نيوز. الان في عندي مشكلة، الفايل ابلود سهل، هيو فايل ابلود دوت سيف از، بقول احفظ له وين في المسار بدي اياه. بس ايتها المشكلة عندنا وين؟ في اسماء الصورة، انه لو واحد رفع صورة اسمها واحد وجي بي جي، واحد ثاني رفع صورة اسمها واحد وجي بي جي، حيعملها استبدال. فاحنا حنشوف حل. اول شيء بدنا نفحص الفايل ابلود يا جماعة الخير، بينفع نعمل له ايش؟ بينفع نعمل له حقل اجباري، كيف؟ فاليديشن، ما فيش مشكلة عادي زيه زي أي أداة. كواليتي فيلد فاليديتور، وش بنقول له؟ نجمة هنا، وبنقول له هنا فايل أبلود كنترول فاليديت ريكوايرد. نفحص لقيت برمجيا برضه، ممكن واحد يعطل جافا سكريبت، مش قلنا أدوات الفاليديشن جافا سكريبت، ينفع واحد من المتصفح يروح يعمل ايش؟ تعطيه جافا سكريبت بيخرب كل الدنيا. اف فايل ابلود دوت هاز فايل، في عندك هاز فايل، في عندك هاز فايلز. ال HTML5 ضافت انك بينفع يعمل مالتيبل ابلود، بينفع يختار اكثر من ملف. احنا بنعمل بنرفع صوره واحده، نكتب الكلام اللي بدنا اياه هنا. هي تو احنا جينا هنا على الفايل ابلود هاد، على الفايل ابلود في عندك حاجه في الخصائص اسمها مالتيبل ابلود، ايش اسمها؟ هي allow multiple، بتقول له true او false. انا بنفع يعمل يختار اكثر من صوره، كنترول ويختار اكثر من صوره في الفايل. احنا بدنا اياها صوره واحده. هي كده الصوره، ايش يا جماعه الخير المفترض يكون امتدادها؟ else ايش اكتب له؟ اختار صوره مثلا، حط له هنا ايش؟ label. وش نكتب له؟ lbl
مسج نحطها احمر. ايش اكتب هنا؟ else lbl message dot text يساوي برجاء اختار صورة، او يجب اختيار صورة. اول خطوة فحصنا في ملف، ايش ملف؟ الخطوة الثانية نفحص ايش؟ امتداد الملف، صح ولا لا؟ كيف نفحص امتداد؟ في طريقتين، في طريقة طريقة الصح وفي طريقة مش صح اللي انتم حتعملوها هالقيت. ايش هي؟ الله الله اف ماشي فايل ابلود ماشي محمود، خليني يعني عادي اكذب دوت فايل نيم اسم الملف المرفوع دوت اند سويد ايش جي بي جي اور بخلي ماشي او بينك خلاص، عشان هو انا بكتبهم كلهم بي ام بي بدنا اياه دوت اند سويد مين بينك. طيب في عندنا مشكله الان، لو هو راح رفع الامتداد كابيتال ممكن يكون جي بي جي ممكن يكون جي بي جي كابيتال، ايش نعمل؟ نفحصهم ولا ايش نعمل؟ دوت لور لانكم خلود، افضل واحده حلت في الامتحان تبع الويب، اجابه تعالى علامه 30. لا برضه اول شيء قلت زيك، بعدها جوا برضه كانت حلها كويس كثير. دوت فايل ابلود دوت لور تمام. ايش نكتب له هنا؟ ايش يعمل؟ ليبل مسج دوت اكس يساوي يجب اختيار، يجب ان يكون نوع الملف نوع الصوره جي بي جي او بنج. على فكره يا جماعه بنفع ايش نعمل له؟ نكتبه زي هيك ريجيو لار اكسبريشن هو مين مثلا ايمج فايل ابلود ايمج الله فصلت انا عارفين يقول اكسبريشن، لما قلنا الايميل صيغه ايميل بينفع نقول له صيغه الملف انه ينتهي ب في الجافا سكريبت يعني في الفاليديشن نعملها ينتهي ب. طيب ونحط له هنا اسمه، هات نجرب هذا الكلام، ايش اكتب له هنا؟ قلبي المسج دوت تكس يساوي شكرا مثلا، شوف هذا الكلام شو صح ولا غلط. ايش بدي اعمل؟ فيو ان براوزر، وايش بدي اعمل هنا؟ مرحبا وكلمة المفترض ايش نعملها؟ فايل مالتيبل ابل، هات نختار ايش تصفح، اي صورة صور اكل هاي بيتزا هاي اضافة مش مشكلة مش مشكلة، بعدين بقول لكم مشكلة حلها، حلها بسيط يعني بس مش وقته، حلغي بس الفاليديشن بس حلغي الفاليديشن. الاخطاء جايها بوك بعد بوك، حنحكي على الاخطاء في الاس بي بالمرة. خلينا نعمل هذا ايش الصح، نعملها مالتي لاين نكبرها مثلا خبر مثلا قام نجاء عملية زرع أذنين في غزة تمام. وش نعمل هنا؟ تصفوا هشك اختار البيتزا هاي إضافة شكرا. هجيت كتب لنا ايش؟ انت متحدد ملف. طيب ايش كتب لنا؟ هذا وين كتب لنا اياها؟ بعد ما ضغطنا، ايش قصه؟ قلت احنا وجينا عملنا هنا اضافه، ايش مفترض يكتب لنا؟ رجاء اختار صوره، ما اخترنا الصوره. اذا اخترنا مثلا نختار ملف ثاني مثلا، نختار مثلا ملف هاي مثلا ملف كبير هذا. هاي ملف داتابيز مثلا. هاي ملف فرار، ايش حيقول لنا؟ يجب ان يكون نوع الصوره جي بي جي او بينك. هات نختار صورة قد صح، حيقولنا شكرا لك. هذا انت بتحط ملف مش منه، هذا تبعت يا جماعة المتصفح، هذا تبعتك هي نفسه الفايرفوكس المحترم. انت بتحط ملف، رفعنا على اكسبلورر حتروح المشكلة.
مش مشكلة يعني، هو بكتب لك انت هذاك متصفح تمام واضح. هيت بدنا احنا فحصنا انه اول شيء فيش ملف، ثاني ايش فحصنا انه الامتداد. هيت بدنا نكمل نعمل فايل ابلود الاسم حلقيتها حلقيتها بدنا بالضبط. هيت ايش نعمل؟ لقيتها في الدوت نت حاجه اسمها النيم سبيس. ايش النيم سبيس؟ زي الباكج في الجافا. ايش هي؟ الان مكتبه البي سي ال اللي حكينا عنها في الدوت نت فيها 10 مليون مكتبه. هل معقول كل المكتبات مفترض يرمينا اياهم جنب بعض ونتوه فيهم؟ مفترض يرتبهم. بس المكتبات تتعامل مع الداتا بيز موجوده ايش؟ في باكج واحده في اسم واحد، مثلا اس كيو ال داتابيز دوت بصل بدي اياه، مكتبات تعامل مع الملفات فايلز دوت كذا، مكتبات تعامل مع النتورك نتورك دوت كذا، مكتبات تعامل مع الصور نتورك دوت كذا. النيم سبيس هو ترتيب لايش؟ للمكتبات. يعني احنا في عندكم سؤال ايش هو النيم سبيس؟ اللي هو عباره عن ايش؟ ترتيب المكتبات المشتركه مع بعض. تعال ترتيب المكتبات المشتركه مع بعض. حقيقة شايفين فوق يا جماعة الخير نفتح مشروع في عندنا حاجة اسمها يوزنج سيستم. في هذا النيم سبيس تبعت في اللي هي الانت والسترينج، هم من وين جابهم الانت والسترينج؟ موجودين هنا. احنا كتبنا سيستم دوت انت، شايفين موجود فيها سيستم دوت انت. احنا بنكتب انت حاف على طول، ليش؟ لأنه موجودة وين؟ احنا مستدعين فوق اليوزنج. لو احنا رفعنا يوزنج سيستم مش حنلاقي؟ انه نص حاجات مش حتشتغل عندنا. الليست يا جماعة الخير، فاكرين الليست؟ موجودة وين بالضبط يا مهندس؟ موجودة في كوليكشنز، حاجة اسمها جينيركس. حناخذ لاحقا ان شاء الله ايش هي الجينيركس وايش الكوليكشنز العادية. لقيت انت الكوليكشن هذه موجودة في، شايفين حتى ضوء هذا ضوء ايش؟ بقول لك انه يعني انت مستخدم واحدة مني. يعني ايش معناته؟ يعني هذول ما لهمش لازمة. لما نستخدمهم لا لقيتها في مش في اري ليست حكينا فيها اسمها اري ليست صح ولا لا؟ الاري ليست موجوده في الكوليكشنز. احنا ضافوا ايش اللي هي هذا القوسين زي الليست اللي هي بنحدد نوع التايب اللي بنحطه فيها موجوده في الجينيريك تمام. يعني احنا كتبنا هي ها حناخذ قلت لكم حناخذ الدكشنري ان شاء الله. في عندنا حاجه اسمها سيستم دوت كوليكشنز دوت جينيريكس دوت في هي الليست تبعتنا صديقتنا. في عندنا مين؟ الدكشنري. في صوت الدكشنري فيها كم وحده موجودين فيها. الان عشان نتعامل مع الملفات في عندنا مكتبه اسمها ايش؟ سيستم دوت اي او انبوت اوت بوت. بكتب سيستم دوت اي او دوت فايلز بقدر اصلا بدي اياه دوت باث بقدر اصلا اتعامل مع ادوات تتعامل مع الباث المسار تمام يا جماعه الخير. ايش يا اسماء سناء؟ واضح؟ طيب شايفك معسك. هيتا انا اول شيء ايش بدي اعمل؟ بدي اول خطوه بدي اولد اسم فريد. اسم فريد عشان احطه للصوره، كيف احنا اتفقنا نقدر نولد اسم فريد؟ تكست بكتب زي هيك string اي شيء مثلا النيم يساوي date time dot now dot ايش؟ دوت تكست شايفينه ايش بتحول لونج دوت تو سترينج. هيك ايش يا جماعه جبت؟ رقم فريد. جبت رقم فريد. بدي ايش كمان؟ ما بدي احفظ الملف. ايش بدي احفظ؟ امتداده. كيف بدي اجيب الامتداد من اسم الملف؟ هو الانت قلت انا كيف بدي اجيب اسم الملف؟ ممكن يكون ثلاث امتدادات اربع احرف خمس احرف امتداد. بدي اعمل سبلت حسب مين؟ من الاخر حسب النقطة صح ولا لا؟ هيها مش ريفرس فيش شيء. سترينج مين؟ او نكتب فار ما احنا صرنا متطورين. فار مين؟ اي شيء اني الاكستنشن يساوي شو اسمه فايل ابلود واحد دوت فايل نيم دوت مين سبلت حسب مين؟ حسب النقطة. قلت ايش حيجيب لي؟ حيجيب لي أكثر من واحدة. أنا قلت ايش بدي أرجع؟ آخر واحدة ايش بدي أكتب له؟ string الإكس مثلا يساوي مين؟ فايل أبلود
ايش اسمها extension مين extension dot length ناقص واحد جبنا مين اخر واحدة فيها صح ولا لا؟ بس ايش هذا بترجع؟ اه ماشي ماشي استبدلت ان هنا استبدلت هنا اكستنشن كامل صح 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 تمام. في ده اللي اسهل في ده في هذا الكلام صح. يجب زائد ايش بنقول له؟ زائد مين؟ اي اكس. بس ايش اي اكس يا جماعه؟ الامتداد. زائد مين؟ احبك محمود واسم انت محمود كل يوم تبهرني. الامسم دوت امتداد. مايكروسوفت عامل لك واحده اسهل من هيك، يقول لك احنا عارفينك انت بتحب تجيب الامتداد احيانا، فاحنا عاملين لك داله ايش اسمها؟ اسمها موجوده في الاي او دوت باث سيستم، مثلا بدك تكتب له string main extension يساوي. شايف هم اساسا هم ايش بيكونوا عاملين في الداله؟ شيء زي هيك هم، بس احنا ايش سيستم دوت اي او دوت با دوت باث دوت طلعوا ايش فيها؟ شينج اكستنشن تغير اسم الامتداد، كومباين جمع مجلد هذا فرح، جيت دايركتوري جيب الاسم المجلد، جيت اكستنشن جيب لمين؟ الامتداد، جيت فاين جيب اسم الملف من غير اسم الملف كله، يعني هجيت هو الباث جيب اسم الملف مثلا سين وقطين شلطه واحد شلطه image dot bing بيجيب لك image dot bing. هذا ايش؟ get file name without extension، جيب اسم الملف من غير ايش extension، يعني جيب الاسم بديش extension تمام. get full path جيب له كل المسار، الاحرف الغلط في الباث، الباث روت اللي هو السي او الدي، المجلد تبع، المهم في في كثير حاجات. ايش بدي اقول له؟ get mean extension اللي هو مين؟ this dot file upload دوت مين فايل نيم صح ولا لا؟ جيب لي الاكستنشن. هذا مسار، في النهايه بيعتبر مسار، بتجيب لنا الاكستنشن. الاكستنشن يا جماعه جيت اكستنشن بتجيب لنا فيه نقطه لحالها، جيت اكستنشن فيها النقطه، فايش بدك تكتب له هنا؟ زائد مين اكستنشن. هات نجرب شغلنا صح ولا غلط. ريسبونس دوت رايت مين النيم هاي الصورة دوت جي بي جي. لو رفعنا واحدة دوت بينج مش عارف حتى في دوت بينج مش بيننا فش كله جي بي جي عشان الحجم. يا جماعة جبتهم لواحد صاحبي كان بيفتح مطعم. لا هذا حجم الصورة كبير، في الاس بي مسموح ترفع فقط لحد 3 ميجا، فعشان نرفع صورتك لازم نحدد احنا الابلود. بفرجيك اياها، فكل وقت بتشبك انترنت بفرجيك كيف نحددها تمام. هاي شفتوا تغير اسم الملف. هقيت احنا هقيت جبنا مين؟ الاكستنشن. هقيت احنا انا بدل ما اكتب زي هيك بنفع ايش؟ طب انا هقيت بستخدم كثير مجلدات، مثلا تستخدم كثير مجلدات ملفات، بنفع ايش اعمل؟ هذا وين احطها؟ سيستم دوت اي او حطها فوق. ايش اكتب له؟ يوزنج سيستم دوت اي او عشان ما اضلش كل شويه، لان حسيت حسديها اكثر بدل ما اكتب كلمه سيستم دوت اي او بكتبها فوق. واضح؟ استدعيت النيم سبيس فوق عشان اسهل حالي وين؟ كتابه تحت هنا، بس اكتب بات مباشره. ايش النيم سبيس؟ ترتيب الدوائر المشتركه زي بعض، العمليه قريب من بعض في اسم واحد تمام؟ هيت احنا وجينا هنا فوق سيستم دوت اه يوزنج ايش بنلاقي؟ في عندنا سيستم، في كثير في اكتيفيتيز كولكشنز الاعدادات الداتا الديبلويمنت مكتبات الرسم مكتبات اللغات انك تعمل عربي وانجليزي مكتبات اللينك مكتبات الميديا الشبكات تمام كله موجوده. مثلا هاي مكتبات مثلا مين؟
في الجافا لا، لا فيش زي الجافا لا، لا في الج... انت فعليا في... لا ما فيش. هو اساسا في الجافا لما انت مثلا بدك تكتب دوت باث لازم تكتب سيستم دوت اي او دوت باث، لازم تكتبها فوق، فمش بحط النجمه عشان يجيب كل اللي في الاي او. سي شارب اساسا هبل يعني، سي شارب هيك افتراضيا انت جبت كل اللي جواته، هذاك بجيب كلاس كلاس زي ال زي سي بلس بلس سيستم دوت اي او. تمام يا جماعه الخير، فهمنا النيم سبيس. انا كنت اشرح لحالي بس قلت مش حتفهموه، فبالمره نشرح الفايل ابلود. اجيتا ممكن اثنين في نفس اللحظه ايش يعملوا؟ يرفع صوره. في طريقه ثانيه، فينا حاجه اسمها الجي يو اي دي اللي هو ايش؟ صالح اسمها جلوبال يونيك ايدنتيفاير. هذا رقم هكسا ديسمال، نص هكسا ديسمال او رقم هكسا ديسمال مكون من 32 خانه، هذا مستحيل يتكرر. الفيجوال سي بيعمل له جنريت، قد ما تعمل جنريت مستحيل يتكرر. بكفي لو ضلينا نعمل جنريت انه يعطي كل حبه في الكره الارضيه حبه غمل يعطيها رقم فريد من غير ما يتكرر. تمام؟ جي اي دي كيف نولده؟ بنكتب له بدل ما نعمل تايم دوت تكست ايش بنعمل له؟ جي اي دي دوت نيو جي اي دي دوت نيو جي اي دي دوت سترينج. خلاص يا بنعمل ديت تايم دوت تكست يا ما مش بنعمل له جي اي دي دوت نيو جي اي دي. نيو جي اي دي بترجع جي اي دي، فاحنا بدنا نحوله لسترينج عشان نحطه هنا. هات تتاكد هاي صورة شايفين هيو زي اللي بيطلعوها في كل مكان، كل دي بتستخدم جي اي دي. في كيف في استوديو فوق جي اي دي جنريتور، بس زمان بطلت اشوفها، في بكون هنا. المهم هاي جي اي دي، جي اي دي بس بسيط جدا زاد الاكستنشن. خلصنا حقيقة طريقتين، انا في انا جي اي دي هو ايش؟ رقم فريد بكون 32 خانه بتكرر ايش، وعندنا اوت ديت تايم دوت تكست. حقيقة نيجي على عمليه مين؟ الرفع. خلص احنا قلت كل شيء جاهز، بس بدنا نقول له احفظ لنا اياه وين؟ احفظ لنا اياه وين؟ في مجلد اسمه الفايز نيوز. شوف يا جماعه الخير، كتبنا هيك فايل ابلود دوت سيف از، قلت له احفظ اياه وين؟ ايش اسمه هذا؟ فايلز نيوز وين؟ زائد مين اللي هو اسم الملف النيم. في عندنا مشكله، ايش هي المشكله؟ انه هذا في جوال ستوديو وين موجود؟ طلع خطا، ايش حظهر لقيت خطا، حيقول لي حقيقه هو بحاول يحفظه على مصادر في جوال ستوديو، مجال اسمه فايز نيوز. فيش فايز نيوز، فايز نيوز موجود جوات جوات المشروع. بدي اقول احفظ على فايز نيوز وين؟ اللي جوات المشروع نفسه، مش اللي في جوا الاستوديو. تمام؟ لازم اعطيه المسار، المسار ايش بقدر اعطيه؟ كله اعطيه زي هيك، يعني الصح ايش اعطيه؟ اجي زي هيك اقول له هيك. هيك احنا في السليم. طبعا ايش الات محجوزه فايش بنعمل؟ ما اخذناش احنا السترنجات. طيب هاي سترينج يا جماعه الخير اي شيء يساوي، هاي عندنا هنا ايش؟ هلو سلاش ان خليل ايش بعمل؟ اخذت هذا المفترض عارفينه، سلاش ان هي ايش؟ سطر جديد، سلاش تي تاب. تمام بصلاش بدي اعمل سلاش زي هيك، ايش بعمل؟ غلط، لازم احط ايش؟ هيك بفهمها انها ايش؟ انه هيك سلاش واحده، واضح؟ هذا سي تعود السي والجافا افترض ما عليكم. حقيقة انا عندي اكثر من سلاش، ايش بدي اعمل؟ بضل انا احط كل شوية سلاش، بحط ات خلاص، هو بفهم انه بلغي السلاش بيعتبرها واحدة. تمام؟ طول مش مشكلة، هيك او هيك مش مشكلة.
يا جماعه الخير، هيك 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 بفهم انه انا بدي احفظ المصدر هذا، بس انا هل لما بدي ارفع الموقع على الانترنت بدي اقدر اعرف المصادر الموجود عليه؟ اه بقدرش اعرف، صاحب السيرفر بقدرش يعطيني المصادر. لقيت في طريقه، اقول له انا لو سمحت الفايل زاد نيوز موجوده في حاجه اسمها سيرفر دوت ماب باث. ماب باث هذا السيرفر حناخذ ايش السيرفر وايش الريسبونس وايش الباء والريكوست، بس بديش ارخمكم، كل ناخذ شويه بنفصل منها بعدين بناخذهم مره واحده، ناخذ كل ايش هم كلهم. دوت ماب باث هذا ايش بيجيب لنا؟ بقول له جيب لي مين هذا المسار، وايش بكتب له؟ رجع لي اياه ورا، جيب لي موجود على السيرفر نفسه، يعني انه بيبدا المشروع جيب لي مين هذا المسار، اوتوماتيك بفهم انه هذا هو المسار الصح. سيرفر دوت ماب باث، واضح جماعه الخير؟ لو جينا هنا نرفع، جينا عملنا تحديث، ايش حيكتب لنا؟ ما عملش شيء معناته انه رفع. لو جينا هنا فتحنا المجلد هذا هيك، اذا عملنا ريفرش ايش حنلاقي فيه؟ صورة هيها. جينا نرفع صورة ثانية، اخترنا هذه، خلينا صورة هيك بتجوع. اي بصورة هذه اضافة، تمام، حدث هيك، افرش وضعية. لو عملنا هيك بالزر الايمن على الفولدر اوبن فولدر، كويس هذا كثير مهم، اوبن فولدر بجيب لنا اياه، شايفين هيو اسم اسم الفريد تبعها، تمام. سيرفر دوت ماب باث بجيب لنا مين المسار تبع المجلد على السيرفر. انت وين بدك تعمل مع السيرفر، ما بينفعش تصل عن طريق مين المجلد على طول. هيك ايش في عندنا هنا في الفايل ابلود؟ هيك احنا خلصنا الرفع. اكتب هنا ايش اسمه، رايت مين مثلا ثانكس او دان. نشوف هيك الفايل ابلود، في كثير في كثير الامانه، هو في كثير دوال. في عندي هنا سيف از سيرفر ال سيرفر كلاينت، في عندي حاجه، في عندي حاجه اسمها ايش الفايل سايز، وين موجوده؟ في عندي حاجه اسمها الفايل كونتنت. الفايل كونتنت يا جماعه الخير اللي هو ايش نوع الملف، اللي هو كيف افرجيكم اياها، هذا راح افرجيكم اياها، صوره زي هيك شيء من هذا القبيل، بس لحظه افرجيك اياها. ننزل بس الاي اي اس، حطوا انتوا يا جماعه الخير انه الاي اس بي بتشتغل من غير اي اس، هي مش منزله، كيف اشتغلت؟ صح ولا لا؟ مين بحول الاي اس بي ل اتش ام ال المتصفح؟ هي فيش عن فيش، هي قلت لسه بنزله، كيف كان شغال؟ فيجوال ستوديو في اي اس داخلي، في هم في واحد زمان كان اسمه الكازيني، هي قلت له عملوا حاجه اسمها اي اس اكس بس، هي بتقول نزل طالع تحت ايوه اي اس اكس بس، ضغطت عليه هيك هي بقول لك في انت مشغل موقع اسمه ويب سايت ريسبونس، وهي المسار تبعه لوكال هوست كذا، ينفع اوقفه، تمام. كان زمان في 2002 لازم تنزل مين الاي اس غصبا عنك، قبل تنزل الاس بي. 2005 ضافوا حاجه اسمها الكازيني، لا 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 لازم تفعله كل ساعه. حقيقه 2008 2010 ضافوا الاي اس اكسبرس، تمام، يسهلوا لك. كان الاي اس برضه ما ينفعش ينزل على نسخه اكس بي مثلا هوم، لازم تكون بروفيشنال، ويندوز 7 هوم ما ينفعش، فنزلوا الاي اس اكسبرس حلوا المشكله. في هيجتها الاي اس اذا نزل، لو رحت هنا على الاي اس، انا كتبت هنا اي اس، في عندي هنا لو انا جيت على انواع الملفات، وين هذا المايم تايب سيء، هتجي مش مبينه. المهم هيها في بقول مثلا امتداد 3 جي بي اللي هو ايش نوعه؟ فيديو 3 جي بي. هاي تشوف الجي بي جي دوت جي بي جي ايش نوعه؟ ايمج ايش؟ دوت جي بي جي. هذا النوع بفهم الكمبيوتر ليش؟ لانه هو لما مش قلنا بفحص نوع الملف حسب نوع امتداد الاي اس، بجيب صفحه اتش ام ال بوديك اي اس شمال، جي بي جي بعمل لك داونلود، فيديو بعمل لك زاي بعمل لك داونلود، فيديو بعمل لك ستريم، اي اس بي بعملها ايش؟ بخليها ترفع دوت نت حسب نوع الامتداد، هو لازم يعرف الامتداد. هيك انا هنا بقدر افحص نوع الملف،
بينفع افحص كمان، هجيت هقول كيف هنفحصه. بينفع افحص مين؟ حجمه، يعني مثلا بديش حجم الصوره يزيد عن قديش؟ مثلا 5 ميجا، في عندي 5 ميجا. قلت انا هو لما نختار ملف بقدرش اعرف حجمه، لازم ايش اصير له؟ عندك حجم بوستد فايل، البوستد فايل ملف المرفوع حقته افحصه، ضبط في بقدر اجيبه. قلت كمان مره الكونتنت لينث، ايش الكونتنت لينث؟ بكتب لي كونتنت لينث. هات نشوف يا جماعه الخير، بالبايت احسب لي اياه، احسب لي اياه بالبايت. لو جينا هيك عملنا تصفح، اخترنا هذه الصوره، قديش حجم هذه الصوره؟ 500 كيلو، يعني قديش بيطلع بالبايت؟ بدك تقسمها على ايش؟ على 1024. نقسمها عشان نطلع بالميجا. بدنا نفحص حقيقة حجم الملف، نكتب له هنا ايش؟ اللي هو مثلا انت مين سايز يساوي مين؟ هذه تقسيم 1024، مظبوط؟ تقسيم 1024، لعلمكم القسمة هذه غير عن هذه. هذه تقسيم ايش؟ تستخدم للكسور، لما يكون عندك كسور الدبل بتزبط، تمام؟ في الانتجر لا، معلومة يعني واحدة بنسجل لما تخرجها. هي بدك تكتب له اف السايز أكبر، قديش حنطلع هنا الرقم عندنا؟ شيل 3 500 كيلو، بيطلع بالكيلو هذه، هيك بيطلع قديش يا جماعة؟ كيلو بايت، لأنه عندنا بايت قسمنا على بيطلع بالكيلو بايت. نقسم اكبر من قديش؟ اكبر مثلا من 2000، ايش يعمل؟ 2 ميجا صح؟ 2 ميجا هيك 2 ميجا، 2000 كيلو، ايش تكتب له؟ ريسبونس دوت رايت مين؟ حجم الملف يجب الا يزيد عن 2 ميجا. ممكن انت عشان تكون صح تقول يعني 2000 ايش؟ 48، يعني عشان انت تكون حقين. بس اقول لك والله ايش تكتب لهم بعديها؟ إلس هذا الكلام. حلو، هات تتاكد، ارفع هذه الصوره، هم صار كثير نحطه تحت. شكرا. شايفين الويب سايت بتكتب براحتك، مش لازم تشغل الموقع كل مره. ايش بتكتب؟ بظبط دوس بظبط لغايه ايش؟ نسوي الويب ويب ابلكيشن. ايش لازم نعمل؟ لازم كل مره نشغل مشروع من اول جديد، نعمل له كومباي. بس ايش بعمل هنا؟ تحديث، هي اضافه. ايش كتب لي؟ ثانكس. هات تختار صوره حجمها كبير، قديش هذا حجمها؟ او نقلل الحجم. ماشي، حلو، منطقي. هي 900 كيلو، ونقول له هنا قديش؟ وين 1024؟ هاي 800 صح ولا لا؟ يجب ان يزيد حجم عن 2 ميقا. لو اخترنا هذا حيزيد، تمام؟ انت خليتها اقل من كذا، يزيد عن تمام يا جماعه الخير، واضح؟ طب انا هجيت شوفوا التريك اللي صارت معي انا شخصيا. اجى واحد محترم جدا، راح ايش عمل؟ ايش عمل؟ جاب باتش بي اتش بي، وايش حط امتداده؟ حط امتداده جي بي جي. هو ما في بي اتش بي، ايش عمل امتداده؟ جي بي جي، ورفعه السيرفر قبله. ايش انا صار عندي؟ تم اختراق الموقع عندي. قلت انا بديش افتح، بديش افحص امتداد، هذا الطريقه غلط قلت لكم اياها. بدي افحص نوع الملف اللي هو مين؟ الكونتنت تايب، اللي هو بفهمها مين؟ اي اس اي اس، مالوش في الامتداد. كل ما في ارتفع ايش بعمل؟ افحص لي اياه. طلع يا جماعه الخير، انا ايش قلت له هنا؟ اكتب لي هنا فايل ابلود دوت بوستد فايل، الملف اللي تم رفعه دوت مين؟ كونتنت تايب. نشوف ايش بيطبع لنا اياه، صح ولا لا؟ تعالوا ارفع هنا، ارفع هذا، ايش حيكتب لنا البوست هذا؟ ايمج دوت ايش؟ جي بي جي. ايش بكتب له؟ بدي ارجع هذا الكلام، مش بدي اعطله، بدي اكتبه زي هيك. اف فايل ابلود دوت بوستد فايل دوت فايل نيم دوت كونتنت فايل يساوي مين؟
جيمج او بينج. بدنا نسخن كم او ايش او مين بينج او مثلا بي ام بي. بسخه من هنا، بقدر اسخه من هنا اريح راسي. شايفين يا جماعه بسخه من هنا، طالع من هاي جي بي جي جي بي جي جي بي جي في بينج دوت بينج، هاي دوت بينج تمام. بقدر اسخه من هنا هيك ابسط في السليم. طب ايش رايك نرجع الكود القديم هذا ونضحك عليه نشوف؟ هاي بدي ارجع هذا الكود واجيب من عنده اي ملف، مثلا هاي ملف اكسل، ايش بدي اعمل له؟ ايش اسميه هنا؟ مثلا واحد دوت مين جي بي جي. نعم، وش رحت عملت هنا؟ خدعته. ليش قلت له ارفع لي اياه؟ ايش حيقول لي؟ ما فيش عندي مشكله ارفع لك اياه. هي واحد دوت جي بي جي. وش حيقول لي هنا؟ ما كتب اللي هو البوست تايب. لا لحظه شوي، عارفين ناخذها. المهم بمشيها صح. ايش نعمل هذا الكلام؟ بوستد فايل بقبلهاش بقبلهاش. اجيت لو عملنا زي هيك ايش حيعملنا؟ بس اتاكد من الحفظ هنا، خلاص بس هيك. ايش حيقولنا هنا؟ اي واحد دوت جي بي جي واحد جي بي جي. طيب نفترض ان احنا ايمج دوت بينج. طيب نفترض ان احنا بدنا نشوف ايش هو بيعمل في الخفاء. الكود احنا فيه خطا زي هيك، نشوف ايش بيعمل في الخفاء. في عندنا في الدوت نت حاسمها الديبج. ايش الديبج؟ بتبع الخطا المشروع والمش. بجي بحط هنا، شايفين هنا في خط شايفينه، بحط هنا ايش؟ نقطة حمراء، هذا اسمه بريك بوينت. وبجي بعمل له ايش زي هيك؟ اكسب له افضل ايش تكسبه؟ بقول له ايش تشغيل؟ F5. ما ينفعش اعمل له فيو البراوزر، لازم اعمل له ايش؟ ديبج. بدي اعمل زي هيك واختار من هنا الصورة هذه وايش اكتب له؟ إضافة. ايش هيك بيجي هنا؟ لو حطيت الماوس هيك على الكونتنت تايب ايش بكتب لي؟ ايش كتب لي؟ فايل ابلود واحد كونتنت تايب ابلكيشن اكس زايب كومبريست. فهم انه مش صوره، المفترض ايش يعمل؟ كتب لي يجب ان يكون ملف جي بي جي. طيب ايش كان يكتب لنا غلط؟ مش عارف ايش كان يكتب لنا. امشي يجب ان يكون ملف جي بي جي، مش فاهم. طيب ايش قبل شويه ظبط وهقيت ما ظبطش؟ يعني الكود صحيح فيش مشكله فيه. طب هات نشغل كمان مرة الكود، يمكن كان مهلوس الفايرفوكس. هاي فيون براوزر، وين اختار هنا مين الصورة؟ ايش حيكتب لنا؟ يجب ان يكون الصورة جي بي جي. هات نختار هنا الصورة الثانية هذه، هاي كتب لنا فوق جي بينك. ليش بتحدثش؟ عشان احنا مش حاطين شرط انه يحدث. طب ايش نكتب له هنا؟ اكتب له هنا ليبل مسج دوت تكست او مين ثانكس. تمام، هاي ثانكس. تمام، ايش عمل؟ كيف الدباج يا جماعه الخير بنعملها؟ انا كتبها اليوم بدي اشرح لكم اياها. الدباج سبحان الله طلع الخطا لحاله. وين الدباج؟ تعال الدباج. والله العظيم كنت ناوي اشرحها. طيب هاي هذا انا هيك بدي اشوف الخطا، بحط هنا وبضغط على ايش تشغيل. قلت هو بصير بمشي لي وين في المشروع. طبعا في كثير كلام على الديبج. هذا وين الديبج بصير؟ لما انا بدي اشغل الملف هاي دوت جي بي جي. هيك بتمشي، بقول هنا البرفورمانس اداء الموقع، هنا بجيب لي انواع المتغيرات. شايفين اكستنشن المتغير اسمه اكستنشن ايش فيه؟ بينج. مش مبينه من عندكم هيو.
اكستنشن في بينج النيم نال لساته نال. لو حطيت لك المؤشر ايش بكتب لي؟ النيم نال. الاكستنشن ايش فيها؟ دوت جي دوت بينج. تمام. بقدر انا ايش لو مشيت هنا في عندي فوق مجموعه خيارات بضغط على هذه ستيب اوفر بمشي لايش السطر اللي بعده ايش بصير النيم فيه؟ لا بشال لي خلاص النيم هو الجي اي دي دوت بينج بشال سطر سطر بس يمشي مع كل سطر سطر. هاي السطر اللي بعده بنفذه تمام او تمام السطر اللي بعده كتب لي ثانكس. حكيت السطر الاصفر لساته ما نفذوش ايش في التكست موجود ولا ايش فاضي. بعد ما ينفذوش بصير في التكست بصير فيها ثانكس بقدر امشي مع الكود سطر سطر اتبع الكود ايش بصير فيه. هذا من التريس. هذا من الحاجات المهمه جدا في الدوت نت من الحاجات القويه بتقدمها الدوت نت الديبج. يعني انا يعني يوميا لازم استخدم الديبج بس عندي مشاكل هيك غريبه بستخدم الديبج. هوقف لعند هنا وخليكم تجربوا تعملوا فايل ابلود يا حبايب. بتكون مش عادي. طيب يا جماعة الخير شوفوا الموضوع اللي مرة صار معايا. حقيقة أنا كان في مجلد بده يرفع في موقع بده يرفع في اليوم مثلا 2000 صورة. حقيقة في المجلد قديش تكون في مثلا آخر السنة؟ 2000 بده يكون 2000 صورة أو 3000 صورة بده يكون عنده مجلد كثير. فإيش عملت له اقتراح؟ قلت له إيش رأيك نقسمهم أشهر؟ كل شهر يرفع في مجلد جوا ثاني. ايش رايكم كويسة الفكرة؟ طيب هات نفحصها انه كويسة او مش كويسة. حقيقة نفترض انه انا في مجلد فايلز هذا بدناش نكبرها بدي احذف نيوز بدي اعمل جواته اشهر بدي ارفع حسب الشهر. حقيقة هنا قبل ما نعمل كل اشي قبل مثلا هنا او برا عادي وين ما بدنا نكتب له اف سيستم دوت اي او موجودة دوت دايركتوري. ايش اسم الدايركتوري بدنا نفحصه؟ هي الدايركتوري هذه كلاس فيها ايش؟ كلاس مجموعه كلاسات الدايركتوري دوت في كريت دايركتوري. بقدر ايش اعمل؟ انشئ مجلد ديليت دايركتوري اجيب الملفات تبعته اكزيست اف دايركتوري اكزيست. مين هو يا جماعه؟ اللي هو النيوز ايش اسمه؟ سلاش مين؟ مثلا 2016 اندرسكور قديش؟ او مش حنجيبها زيك حنجيبها طريق السنه اللي هو مين؟ and زائد مين dead time dot now dot years زائد مين underscore زائد مين dead time dot now dot month. حلو. سجلت في عنا مشكلة قلنا هذا مجلد وين حيفحصه؟ على الفايز نكتب له سيرفر ايش دوت ماب باث مين ماب باث اللي هو هذا. حيث اول ما بده يخبط وين؟ في النيوز زائد المسار تبعنا مش النيوز ايش اسمه فايلز اس فايلز خبط لنا في الفايلز هذا الملف. اذا اكزيست ايش يعمل؟ اذا يساوي فورس ايش يعمل؟ نفحص اذا مش موجود ينشئ. طبعا هم بكتبوش احيانا يساوي فورس ايش بيعمل كتبوا المبرمجين المعقدين حطوا نت هيك نت في الاول هي يعني نت عكس يعني يساوي فورس ايش يكتب هنا سيستم. هات هذا ايش نعملها يا جماعه الخير صحيح عشان بس بقول لكم يعني عشان لما ترجع تقولش من وجهه دايركتوري هات نعمل هيك ديت تايم دي يساوي ديت تايم دوت ناو عشان نخفف الكود شوية ونكتب دي دوت ونكتب هنا ايش دي دوت وش نعمل؟ طب نروح نكتب له هنا ايش نكتب له هنا ايش string directory name يساوي مين هذا عشان نفحص زائد مين directory name ايش يعمل دايركتوري سيستم دوت دايركتوري دوت ايش كريت دايركتوري مين مين يا جماعة الخير؟ ممتاز اشكركم بعنف. خلاص هيك انشأنا هيك تقوم بده يرفع يرفع الفايلز مين زائد مين دايركتوري نيم زائد مين تنسوش هذه
انه يعني المسار تبعه حلو او بنضيف فين على النيم عادي بنضيف فين هون. هات نتاكد شغل هيك حقيقة يا جماعة الخير. ها زي الساحة بدي اعملكم ها فيش مجلدات ها شايفين يا جماعة الخير صلوا على النبي ها في مجلدات فيش مجلدات عشان في ناس عارفهم من جماعة القدس بصدقوش. هاي نختار يا جماعة الخير ايه الصورة وش نكتب له اضافة طلع لنا خطأ ايش الخطأ طلعوا شفت احنا وين رفعنا كريدت دكتور نيم وين حاف في الهواء ايش لازم نعمل له سيرفر وين ينشئ وين ينشئه في هذا الكلام صح ولا لا لازم ينشئه في المسار تبع المجلد هاي إضافة ثانكس تأكد هاي إضافة مجلد 4/2016 جوة الصورة حلو كثير كثير يعني في موقع كبيرة هدم أحد الحلول اللي اقترحتها إنه نحل زي هيك قبل ما جيه هاي فايل يا جماعة الخير فايل طبعا دايكتو يا جماعة الخير ايش فيها صبح يا بطل في عندك انوميريت فايلز بيجيب لنا ايش الملفات اللي جوات المجلد في عندنا مين يا جماعة الخير انوميريت دايكتو بيجيب لنا المجلدات جوات مين المجلد يعني بينفع انا مثلا اجيب مجلدات في المجلد بدي احذفهم بدي اعدلهم بدي افحصهم بدي اعمل اكسبلورر متصفح ملفات جيت اكسس كنترول بجيب لي ايش يا جماعه الخير ايش الصلاحيات معي على المجلد لازم افحص انه معي صلاحيات او لا جيت كريشن تايم جيب لي تاريخ انشاء المجلد جيب لي مجلدات جواته جيت دايركتورز جيب لي مجلدات جواته طبعا هذا جيت دايركتورز بترجع لي ليست اوف سترينج هذا بترجع لي مين النمره بين اوف سترينج نوعين يعني واحد بترجع على واحد بترجع ليست جيت فايلز جيب لي ايش الملفات جواته بترجع لي اري حتى نشوف يا جماعه الخير ها هنا بس يرفع يكتب لي هنا for each تاب تاب مين var انت موجود وين في الدايركتوري دوت جيت فايلز صح لأ قوسين لأنها response دوت رايت نيم دوت رايت دوت رايت مين ليش هنا خطأ جيت فايلز بدنا نعطيه دايركتوري صح اللي هو مين يا جماعة الخير هذا دوت مين اتم دوت مين اتم اسم الملف وعندنا بس اسم الملف جيت فايلز بتجيب بس اسم الملف جيت فايلز انه مريت بتجيب لنا اسم الملف ومعلومات عنه هات نجرب نرفع حقيقة حسينا في الملف كم صورة صورة تنتين صح ولا في المجلد الله يا جماعة الخير ايش HTML هنا افضل جبت سنة ثلاث ملفات اي واحد اثنين ثلاثة طب نكتب اسمائهم لازم اعمل اجيب مجلدات وعليها اجيب الملفات ما بنفعش لازم اعمل فورين فور مجلدات وفور على الملفات جوا المجلدات تمام هات نجيب اسم الملف فقط bath dot get file name نجيب فقط اسم الملف بديش المسار تبعه أقول لك أربعة صار أربعة أنا رفعته أنا لا بس أنا عشان حطه في زر الأبلود أنا حطه في زر الأبلود تمام حلو في كلاس اسمها فايل برضه سيستم دوت اي او دوت فايل امبند اون لاينز ضيف الملفات على سطر امبند تكست اذا في ملف تكست بدي اكتب فيه امبند تكست ضيف لي تكست اذا انا في تكست ملف تكست بدي اكتب فيه كوبي انسخ ملف كرييت انشئ لي ملف كرييت تكست انشئ لي ملف تكست ديكريبت في كل ملف ديليت انكريبت اكزيست اذا ملف موجود او مش موجود جيب لي مواصفاته كان ريد مخفي مش مخفي كل شيء قلت لاست اكسس تايم اخر مره تم الدخول اله موف حرك الملف
اوبن افتح اوبن ريد افتح عشان اقرا منه افتحه كملف نص اكتب فيه ريد اول بايتس رايت اول بايتس سيت اكسس كنترول خليه مثلا ريد اول سيت كريشن تايم حدد لي وقت التعديل اخر مره رايت اول تكست اكتب لي كل التكست في ملف نصي رايت اول تكست سهله تاخذ ايش يا جماعه الخير الباث والكونتنت تمام اقول اكتب في بدك تعمل ملف لوج تكتب لي كل الكونتنت في هذا الملف اللي هو مثلا ها سين وقطين شرطة واحد دوت تكست ايش تكتب لي فيه منى طبعا ايش هادي تنتين ابو حط ايش اد هاي السي ايش اسمه قلنا واحد كل ما هي الصلاحيات بدي احط في مجلد الاحتياط هذا احط في مجلد اسمه باب وش بدي اجي هنا سين وقطين شرطة باب اكتب لي فيه منى وهي شغل هيك برضه وين حاطينه احنا في زلمة الرفع لازم اختار صورة افتح منى اي منى تمام بدي بكتب فيه دول الدوت نت رائعة وحلوة ومظبطة تمام واضح دول الفايل زاد بدها ايش برضه ممارسة في فايل وفي فايل انفو كل واحد بيختلف على الثاني فايل وفي فايل انفو في بقدر انشئ ملف واجيب الملف يعني هاد فايل انفو ايش بعمل بقول له فايل انفو اف يساوي نيو فايل انفو وبعطيه المسار تبعه فاقدر اجيب معلومات الملف الواحد الفايلز عبارة عن ستاتيك كلاس بقدر فايل دوت الخصائص هنا لا هنا العكس فايل انفو لازم اجيب حاطين المسار عشان اقدر اجيب معلوماته وفي عندي دايركتور انف لازم اعطيه مسار عشان اقدر اجيب معلومات بعكس الدايركتور دايركتور فيها كلاسات عامه بعطيه اي مسار وعادي بتظبط عليها تمام يعني هذا الفايل انف هذا هو زي هيك ها جيب لي معلومات مين هذا الملف هيك بقدر اقول له اف دوت اسمه كوبي كرييت كرييت تكست ابن تكست بقدر اعمل بدي اياه فيه تمام يا جماعه الخير هاي مثلا دوت مثلا رايت اوبن رايت او مثلا كرييت حقيقة يا جماعة الخير هذا كرييت لقيت ممكن استدعي ملف مش موجود واقول له هنا كرييت تمام انا انشئت ملف المهم موجودات في الكتب كل دوال الفايلز بس انا عرشت عليها عشان ما تخافوش منها حلو اختم بس بشيء جا في بالي الان في وما بكتب كل شوية لو انا هذا بدي اعكسها يا جماعة الخير يعني انا بدي اكتب زي هيك شرط بدي اكتب له هنا else مثلا بدي اياه يوقف كل الكلام اللي تحت بكتب له ريتيرن ريتيرن ايش بيعمل؟ خلاص بقفل عندي هنا خلاص ريتيرن هي معناتها exact function بديش اقعد اكتب احط هنا else احط له زي هيك انه ينفذ هذا الكلام ايش معناته else بين قوسين يعني نسخت الكلام اللي تحت كله حطه في else حينفذ انا مكسل ايش بدي اكتب له خلاص وقف ما تكملش اللي تحت إلز ايش يعمل ريتيرن خلاص يوقف اللي تحت ريتيرن معناتها وقف يعني هنا انا بكتب فانكشن كبيره ومكسر اقعد اقول له افحص زي هي مثلا ها هنا بدي اقول له اف فايل ابلود كذا ايش بدي يعني بديش اكتب هنا ريسبونس مثلا اف اذا حجم الملف اصغر من 2 ميجا ايش يعمل يوقف ايش يكتب لي هنا ريتيرن خلاص بكملش اللي تحت تمام عادي بس مجرد زوج الصح تكتب إلس وتحط بظبط الشغل الحين انت مكسب تكتب روتين بوقف اللي تحت خلاص ما بكملش اللي تحت تمام يلا خد بريك عشان نكمل بعدين ان شاء الله بعدين برمجه بحته اخذنا النيم سبيس والابلود والفايلز هناخد برمجه بحته